شاء الله. شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي. لكن يا اخوي يا احمد يا بن شاهين، ابناء سلطنة عمان قادمون مع سمحة وراشد بن سالم بن عامر العمري مع المركز الثاني، ولكن تظل سودة. وايض الراعم صيحة يتابعها ويراقبها وينادي على سودة. علق وياي يا راعم صيحة على سودة، تستاهل والله اكثر من معلق. تهانينا شاهين بن خلفان بن راشد المزروعي، تهنئة خاصة لك احمد يا بن شاهين على فوز سودة بالمركز الاول. نشرة مع المركز الأول. تنتشر. وأيضا المزعج الكبير. الله، اللي ماله ماضي ماله حاضر. خلاص يا عتيق، والله الولد غطى. ما شاء الله. تعليمات العود. ولد عتيق بن قريح، ولد عليان في كل مكان وفي كل ميدان، سوف يثبت هذا الولد بأنه ناجح. تهانينا لمبارك بن محمد بن زايد الخيارين، تهانينا للمزعج ولل مشاهدينا الأعزاء، متابعينا الكرام. إذا هنا مياس ينضم في هذه اللحظات إلى مقدمة الشوط. يا سلام. ولكن شاهين ومياس، سلالات العريقة تتواصل في هذه الانطلاقات. شاهين على صدارة ومياس ود الخوارة بدأ بالانطلاق، ولكن الله 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 الله. إذا شاهين يؤكد هذا الموسم بتواجده، بعدما أكد بأنه يتواجد في ملفه أيضا معرض متنقل من السيارات، ليضيف هناك ايضا في رصيده 6 سيارات، ويؤكد بهذا التواجد مع بدايه الموسم. تهانينا والناموس ايضا لسالم بن محمد وسالم العامري، وايضا لعبد الواحد بالخزع العامري على هذا الفوز والناموس ثانيا. مطر بن عتيق بن مطر القبيسي، ولكن نعود مع صاحب الانجازات، نعود مع صاحب الصولات والجولات هنا، وبران على مقدمة الشوط، وبران على المركز الاول، وسعادة احمد بن سلطان الحلامي ينطلق بهذا الناموس المميز. الله الله الله، شعار الحلامي المليء بالنجوم، المليء بالاسماء العملاقة التي قدمها، هذا الشعار الغني عن التعريف هنا بسرعة 44 كيلو في الساعة، أحد الأسماء القوية هنا يشارك وينتزع ناموس هذا الشوط. تهانينا والناموس لمالك وبران سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس، لحظات الوصول، وصول وبران إلى خط النهاية. تهانينا والناموس. الحذرة والشاهينية هنالك. الحذرة سالم بن كميدش بن حمد بن علوبه العامري، والشاهينية حميد بن سعد بن عبد الله العرياني على المركز الان الثاني، بينما ثالث الاسماء هنالك طماعة سالم بن سيف بن علي بن سويلم، ولكن ماذا هنالك؟ التهاني الى دبي، السلام الى دبي، السلام للعامري، السلام مالك الحذرة، سلام يا بن كميدي، سلام على هذا الإنجاز وعلى هذا الفوز المستحق. هذه هي الحذرة مشاهدينا الأعزاء، لك التحية على هذا الفوز والانتصار المستحق. المركز الثاني هنالك الشهنية حميد بن سعد العرياني، المركز الثالث طماع. وتنظر
تضم على الصدارة والمقدمة الخمسمائة متر الأخيرة تفصلنا عن الوصول والعبور إلى خط النهاية. يا سلام تبارك الله ما شاء الله على هذا الأداء الجميل والأداء المميز هنا على الصدارة ومع المقدمة. سلام 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 عليكم يا أهالي السمحة هنا جود مورنينج في هذا الصباح الجمال والمميز. الله 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 شوفوا العروض شوفوا العروض الجميلة والعروضات المميزة هنا مع المقدمة والصدارة. سلام يا الرميثي سلام 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 على هذا الأداء الجميل هناك مع براقة. هذه لحظات وصولها وعبورها إلى خط النهاية تلقبوا لها حصريا هنا أعزائي المشاهدين في هذا الميدان. والناموس يا أبو حمدان على هذا الأداء الجميل. كل مكان وهنا الخمسمائة متر المتبقية وقواد الشوط شلال وسعيد بن مطر بن مصبح الاكتبي وصل وصل البلندي الله ينعلي اسمك البلندي الله البلندي ولا البلندي راشد بن محمد بن حميد العامري يتسلل يتسلل ولا خلو البلندي فاول الله يا سلام الله هذا هو أمامكم على الشاشة البلندي البلندي لراشد بن محمد بن حميد العامري وكيف مي كم النمبر 3 بليز دايركتر والمخرج الله وصل في هذه اللحظات ولكن الصدارة تهانينا للبلندي راشد بن محمد بن حميد العامري المركز الثاني اللي فاجأنا هناك. ليس بغريبا على الحلامي كلما تأتي بصفحة أنت تبدع فيها أيضا في كل شيء أنت مبدع في كل شيء أنت مبدع يا الحلامي. تهانينا والناموس من الآن وحمل هذه المسؤولية الكبيرة وأينك أيها القلم الذهبي لكي أدون اسم شاهين كما دون التاريخ اسم الحلامي كما دون التاريخ اسم الحلامي. هذا هو شاهين سعادة أحمد بن سلطان الحلامي سلام وفل وياسمين سلام ورد ومسك وعنبر وأيضا باللون الجميل لك مني باقة ورد يا شاهين لك مني باقة ورد يا شاهين ويا مالك شاهين ويا جماهير شاهين لما لا وشاهين يبدع دائما وأبدا مع هذه الإنجازات. هنا أيضا سعادة أحمد بن سلطان الحلامي على المركز الأول. المركز الثاني وسالم بن حمد البطين قادم مع ثاني التحديات. المركز الثالث ايضا هنالك منصورة سعادة احمد بن سلطان الحلامي لكن نعود مع المركز الاول نعود مع الناموس المميز نعود الى هنا هملولة الله 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 هملولة مشاهدينا متابعينا الكرام بدون اي منافس مطر بن عتيق بن مطر القبيسي مشكور يا مختار من قدم لنا هملولة بهذا الانطلاق الجميل تهانينا تهانينا والناموس لمالك هملولة مطر بن عتيق بن مطر القبيسي على هذا الفوز والانتصار بدون اي منافس تهانينا والناموس. هنا لحظات الوصول الى خط النهاية تصل هملولة لتعلن هذا الفوز والانتصار. الظاهري ينطلق مع الظبي ينطلق مع الظبي ينطلق في هذا الشوط الله 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 بينما التماس التماس وصلت على المركز الثاني ويا خوفي من التماس يا خوفي من هذا الشعار الجمال تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله بينما الظبي خلاص خلاص ظبي الفلا رمز العطاء. سلام علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري على هذا الأداء الجميل الأداء المميز هنا من هذه الذلولة العملاقة المميزة أيضا بشعارها وبأدائها لديها الكثير والكثير هنا من الإنجازات تبارك الله ما شاء الله. سلام يا ظبي الفلا سلام يا شعار الظاهري شعار سلام يا بن حمودة على هذا الأداء الجميل هذه لحظات وصولها وعبولها إلى خط النهاية. علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري المركز الثاني كان من نصيب التماس. الأداء
الجميل اللي يقدمه بشار لمحمد بن سعيد. يا محمد يا بن سعيد يا بن بروك يا الحميري على هذا الأداء الراقي. قام راس وبنهي الشوط راس ويبدل على اليسار وعلى اليمين وبرقص الستة وبرقص الثمانية وكلها عنده فيها راي. الله المركز الثاني بدأ يوصل الضيف اللي قادم أيضا من المملكة هنا في المركز الثاني. وصل مملول لسعيد بن عبد الرحمن بن قبضة القحطاني وجزيل في المركز الثالث لنايب بن سعود. نعود للشوط تهانينا أمام الحزام الأخضر أمام الجماهير. وصل بشار للسيد بشار اللي وصل المركز الأول. مشاهدين تهانينا للسيد محمد. الانطلاق الرائع مشهورة تنطلق تبحث عن الشهرة بشعار ايضا مشهور ورائع يتواجد سعيد بن عبيد بن محمد المزروع الى 400 متر النهاية. يلا يا بريك يا بن طالب يا بن هليل روح مع صدارة. الرقص مطلوب، الاداء مطلوب، الانطلاق مطلوب، الجماهير يطالبون بعرض رائع وانطلاق رائع بدون اي اوامر. ما شاء الله تهانينا تهانينا لسعيد بن عبيد بن محمد المزروعي على هذا الفوز على هذا الانتصار على هذا الاداء الرائع والإثارة الطاغية هنا في عاصمة الميادين لتعلن مشهورة وتهدي أهالي الوثبة هذا الفوز والانتصار. سعيد بن عبيد بن محمد المزروعي مشكور يا أبو محمد، مشكور على امتلاك هذه النوعيات والمحافظة على رياضة الأبائي والأجداد. تهانينا والناموس. المركز الثاني وصلت هناك. مبارك بن محمد بن زايد المطوع الخيارين عتيق بن قريع أيضا. من يرافق هذا الشعار؟ من يرافق هذا البطل؟ من يرافق هذه الانتصارات الشمالية رغم ظروفها الصحية؟ مع المركز الآن الثالث هنالك حمد بن بيات بن حمد الرميفي على الثالث الأسماء ولكن محبوبة. سلام يا سلام يا محبوبة. هنالك الخزنة الخزنة يا الخزنة. من تحضن السلامات وتستاهل تستاهل يا مالك محبوبة. مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي. سلام سلام يا بالعور سلام على هذا الفوز. يا سلامي عليكم يا أبناء الخزنة يا أبطال الخزنة يا رجال الخزنة. هذه هي أفعالكم مع الشوط الختامية. محبوبة مبارك بن محمد بن مبارك الخيالي المركز الثاني هنا.